طيب يعني في أقل من دقيقة، ماذا بعد؟ ما هي الخطوة القادمة بالنسبة للجنة الحكام؟ شوف رأيي، ولا لجنة حكماء ولا كده. أنا عندي ثلاث إحساسات. يعني الإحساس الأول أن النظام الحالي جاد في خطوات نحو ديمقراطية حقيقية. هو وضعه غير سهل لأنه في ظروف أمنية مفككة، جهاز الشرطة تتفكك، وأنا موقن أيضا أن هناك محاولات بالفعل خارجية لزعزعة الموقف الداخلي هنا. وأنا موقن أيضا أن هناك محاولات بالفعل خارجية لزعزعة الموقف الداخلي هنا. محاولات خارجية، محاولات خارجية بتستغل الموقف ده، أنا عندي قناعة بهذا وعندي معلومات أيضا. بالتالي رأيي الشخصي ان الحل الوحيد اللي هو الموجود على الارض دلوقتي ان القيادات الشباب، ان شباب دولة في التحرير ليس لهم قيادة محددة حتى يستطيع الانسان ان يتفاوض معهم، ان شباب دولة في التحرير ليس لهم قيادة محددة حتى يستطيع الانسان ان يتفاوض معهم. المطالبة برحيل الرئيس مرفوضة من قطاع كبير جدا من الشعب المصري، مرفوضة من قطاع كبير جدا من الشعب المصري، على قد ما هم طالبينها، على قد ما في ناس كتيرة جدا، وانا زي ما اقول لك انا واحد منهم، وانا زي ما اقول لك انا واحد منهم، وانا زي ما اقول لك انا واحد منهم، عاطفيا، ادبيا، مكانة، عسكريا، على اللي عمله للبلد، على انه مش كل عهده كانوا كله سيئات، وما ينصح الشعب عريق زي ده في بذاءات يعني في بذاءات يعني في بذاءات يعني مش دي مش طبيعة شعبنا، وانا ولا اقبل هذا.